جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة من الأردن فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله بأنها عصبية ولكن سرعان ما تهدى، فهل تأثم على تصرفها وما علاج الغضب والعصبية؟ لا، العصبية والغضب من الشيطان وعلاجها بالاستعاذة بالله من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من حصل منه غضب أن يستعيذ من الشيطان الرجيم فيذهب عنه الغضب. الله جل وعلا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعالج الغضب بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. وكذلك الوضوء، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا اشتد عليه الغضب يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان مخلوق من النار والماء يطفئ النار. وكذلك إذا كان قائما يجلس وإذا كان جالسا يضطجع يغير من حاله التي هو عليها حالة الغضب ليتغير عنه الغضب. نعم.